إلى الشأن اليمني، حيث دعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك جميع الأطراف في اليمن إلى وقف القتال والشروع في هدنة مع حلول شهر رمضان لتوفير فرصة لليمنيين لالتقاط أنفاسهم وتخفيف معاناتهم الإنسانية. وحث في بيان له جميع أطراف النزاع على إلقاء أسلحتهم ووقف القتال من أجل توفير السلام والهدوء اللازمين لليمنيين. وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه من تصعيد العنف على مدى الأيام الأربع الماضية في مدينة تعز، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عشرات الجرحى وإلحاق أضرار بالمرافق الطبية. أكدت مصادر ميدانية في تعز أن عناصر الجيش الوطني والمقاومة وصلوا إلى البوابة الغربية للقصر الجمهوري بعد معارك عنيفة. وقالت المصادر أن ميليشيات الحوثي وصالح قصفت بشكل هستيري المواقع التي تم تحريرها، وتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على بعض المواقع والمباني. المصادر أكدت أيضا مقتل 18 من عناصر الميليشيات وجرح العشرات خلال المعارك. إلى ذلك أصيب 23 مدنيا جراء قصف الميليشيات الأحياء السكنية بمدينة تعز بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.